خلونا نبدأ برضو بخبر اقتصادي مهم. خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا طبعا سمعنا اللي خرج من رئاسة الجمهورية، انه السيد رئيس الجمهورية كان في حديث بشكل مباشر عن زيادة رواتب الناس في الجهاز الإداري في الدولة، والتوجيهات اللي حصلت بخصوص زيادة المخصصات المالية في بند الأجور. الزيادة وفقا للي تم الإعلان عنه بشكل مباشر هيبقى انه طبعا الحد الادنى للاجور هيبقى 2400 جنيه. احنا هنا بنتكلم عن العاملين في الدولة، ده هيبقى برضو مرتبط به القطاع الخاص وبرضو هيبقى مرتبط به المعاشات. العلاوة الدورية اللي موجودين في قانون الخدمة يزيد بنسبة 7% من الاجر الوظيفي. الاقرار العلاوة الخاصة للناس اللي مش موجودة في قانون الخدمة المدنية هيبقى نسبة 13% من المرتب الرئيسي. النهاردة السيد وزير المالية الدكتور محمد معيط اتكلم في نفس السياق ده وقال انه تقريبا هتبقى التكلفة او الزيادة في الموازنة العامة، الموازنة العامة دي اللي هي بتبدأ في يوم 1 يوليو تنتهي 30/6 السنة المالية وتبدأ 1 يوليو، هتبقى يوم هتبقى ناس هتبقى 37 مليار جنيه. الزيادات هتبقى طبقا للدرجة الوظيفية زي ما حضراتكم شايفينها معانا، من أول الدرجة السادسة للدرجة الأولى، من 2000 ل 2400، من 2200 ل 2640، من 2400 ل 2880، من 2600 ل 3120. رفع الحد الأقصى للأجور من 3000 ل 3600 في الدرجة الثانية، ومن 3500 ل 4200 ده في الدرجة الأولى. في بقى درجات تانية زي المدير العام والدرجة العالية والدرجة الممتازة، بنتكلم في زيادات من 4000 ل 4800، من 5000 ل 6000، من 7000 جنيه ل 8400، ده بالنسبة للدرجة الممتازة. ده دي الحسبة اللي خرجت النهاردة من وزارة المالية. واحنا عارفين انه القطاع الخاص هيبقى المجلس الاعلى للاجور هينعقد، ازاي ده هيتم ترتيبه مع بقى التابعين للقطاع الخاص في مصر. هو اساسا القطاع الخاص الحد الادنى للاجور فيه 2000 جنيه، فهل ده هيزيد مع نفس الزياده ونفس الوقت في تطبيقها ولا لا؟ ده اللي بيتم بحثه دلوقتي. لكن اتحاد العمال كمان ده قطاع مهم، احنا بنتكلم هنا هو اللي هيتم التفاوض ما بين الحكومة وما بين